السلام عليكم المتتبعات، كي دايرين؟ لاباس بخير. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير وكل شيء على ما يرام. اليوم جبت غنصاوب معكم واحد دجاجة محمرة بالدغميرة، كتجي زوينة. وغدا نقول لكم دابا المقادير. ها هما هادو، فيها البصلة تقريبا 2 بصلات أمس، والثوم، والربيع، والحامض مصير، والخرقوم، البلدي، الملح، البزار، سكينجبير، شوية الزعفران الحر. هذا واحد الكأس مخلط ما بين نص زيت زيتون ونص زيت المائدة. هذا السمن البلدي. وهذه الدجاجة ديالنا فيها تقريبا 2 كيلو نصف. كل واحد يدير على حسب القياس اللي يبغى. اللي يبغى يدير 2 دجاجات، اللي يبغى يدير على حسب الأشخاص، على حسب عدد الأشخاص. مهم خليكم معايا تشوفوا معايا الطريقة كيفاش غنحضر هاد الدجاج بالدغميرة. هانتوما البنات، اول مرحله غدا نشد الربيع. ها هو الربيع، غنديرو في خلاط كهربائي مولينكس بلندر، وغدا نزيد معاه الفصوص ديال الثوم. عندي هنايا تقريبا هاد القياس ديال الثوم صافي. وغدا نطحنهم. غنزيد معاهم غير واحد شويه ديال الماء، غير شويه باش فين يدوروا هذوك الربيع والثومه. وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. هانتوما من بعد ما طحنت هذاك الخليط ديال الثوم والربيع، ها هو هذا بحال هكا. ودابا غدا نزيد عليه هاد العناصر هادو اللي وريتكم في الاول. الخرقوم والملح والبزار. الملح ما تكتروهاش بزاف حيت مازال غنديرو حتى الحامض مصير وهو كيكون مالح. المهم الملح على حساب الذوق. عينكم ميزانكم. غنخلطوا هادشي بحال هكا. زيدوا هذاك الخليط على الدجاجة بحال ما هكا باش نشرملوها. ندخلو هنايا ما بين الجلدة واللحم ديال الدجاج. نديرو لها مساج. نديرو لداخل، نديرو مزيان هنايا، هنايا دخلوها البنات هذيك اللي قامه مزيان باش يجي بنين. دابا البنات من بعد ما درنا لها هذيك ترقيده والتشرميله اللي صوبنا للدجاجه، دابا غادي نديروها في الطنجره اللي غطيب فيها، غنحطوها على الصدر ديالها وغنزيدو هذاك الشيء اللي بقى في هنايا نكبوه على دابا. كيف ما كتشوفوا المتتبعات، ها هو درناه في الطنجره
باش يطيب، ودرنا على عافية فوق المتوسط. غادي يبقى يطيب واحد شوية، يتقلى واحد شوية، وانا غادي نطحن دابا البصلة باش تاهي نزيدها عليه. بقاو معايا حتى تشوفوا النتيجة. دابا البنات طحننا البصلة مع شوية ديال الماء باش نزيدو على هذاك الدجاج اللي قليناه في الإقامة الأولانية. دابا البنات ها هي الدجاجة ديالنا، كنحرك فيها باش ما تلصقش، ضروري التحريك بشوية بشوية بحال ما هكا. ودابا راه غادي نزيد البصلة، غنزيد البصل المطحون. على هذا الشكل هذا ها هي البصله زدناها مطحونه، كيجي هائل هاد الدجاج هذا بالضغميه. يمكن لكم ديروه في المناسبات الا كانوا جايين عندكم الضياف. انا عطيتكم اكزامبل ديال دجاجه واحده بها نفس الطريقه، دوبلي المقادير، ديري ثلاثه دجاجات الا كانوا غيجيو عندك الناس، او ديري اكثر من هاد الكميه هذه على حساب. دابا غادي نخليه يطيب مع هذيك البصله المطحونه، وغنقص العافيه كيف ما قلت لكم صافي. وغنبقى نراقب مع التحريك مره مره باش هذاك الصدر ديال الدجاج ما يتسقش مع العافيه. لا خليتيه راه يقدر يتسق، خصك تبقاي تراقبي وتبقاي تحركي مره مره. دابا غنغلقوا عليها. دابا البنات من بعد ما طاب هذاك الدجاج في ديك العطريه الاولانيه تقريبا دابا شي نص ساعه مع التحريك مره مره كتراقبيه. دابا غدا نزيد هاد المرحله هادي فيها السمن البلدي والبابه ديال الحامض الجلده، لا غير هذاك البابه ديال الحامض صافي. وهذاك الكاس اللي فيه نص زيت الزيتون ونص زيت المائده غندير النص ديالو دابا ماشي كله، تاع الاخر عاد باش غنزيد. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه تاع الاخر. ودابا السمن غنزيدو، وغادا نزيد نصف كأس ديال زيت الزيتون مخلط مع زيت المائدة، نخلي هادشي تا الأخر. وغنزيد هاداك البابة ديال الحامض، نخلط. دابا البنات قطعت هاد البطاطا على حساب باش نديرها مقليه فرايز بطاطا فريت، وغنزيد عليها شويه ديال الملح، وغنزيد عليها شويه ديال الطحين. الطريقه كتجي زوينه، اما الطحين اما النشا، مجرباها كتجي هائلة. ونبدأ نقلي فيها، غنخلط الملح بالوقت اللي كيطيب فيه الدجاج. غادي نبدا نقلي في البطاطا، حيت الدجاج محمر كتجي معاه البطاطا فريت، كنرافقوها معاه. البنات هاد الطاوة هادي اللي غنحمر فيها، انا غنفرش لها في ورق الزبدة باش ما يلصقش، وغادي ندهن هاديك الدجاجة بهداك الخليط اللي صاوبت ديال الزيتون لا موطاردو ضامة البنة. خليكم معايا.
احنا دابا البنات غنبداو ندهنو الدجاج باش ندخلوه للفرن. دهنوا جميع الجوانب. كما كتشوفوا البنات دابا هذاك الدجاج حيدناه يتحمر، بقى لاصوص. هاد لاصوص راه بدا كيعقد وبداو كيداروا فيه هذوك الفقاعات كيف ما كتشوفوا، بدا كيختار. دابا المرحله اللي بقات ديال هذاك الزيت اللي مخلط ديال زيت العود وزيت المائده، داكشي اللي بقى عندي غنزيدو في المرحله الاخرى بحال هكا مع هذيك الدغميره اللي ولات ثقيله. صافي وغنبقى نحرك على عافيه اقل من المتوسط باش ما يتحرقش. صافي الى حين نبغيو نحطو الدجاج. مهم عينكم ميزانكم تشوفوا باش ما يلصقش هذاك الشيء، يكون لاصوص خاطر وزوين. دابا المشاهدات هانتوما شوفوا كيفاش ولا هذاك المرق، ولا خاسر وعاقد ومضغمر مزيان. دابا غادا نقدم الطبق. صافي دابا غادا نقدمه، حمرت الدجاج وغادا نقدم. خليكم معايا هانتوما شوفوا البنات هذيك المريقه كيفاش كتجي، وهذيك المريقه كتجي خاطره، وكيف كتشوفوا القاع ديال الطنجره ما لاصقه فيه حتى حاجه. شتي هذا راجع للتحريك كما قلت لكم من ديبار، من الاول التحريك والمراقبه، تبقاو تراقبوه باش ما يلصقش داك الشيء وما يتحركش ويجي خاطر وزوين كيف ما كتشوفوا. دابا صافي غنقدموا الطبق. كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي صوبنا اليوم، ديال الدجاج محمر بالدغميره. كتشوفوا كيفاش جا، جا يا سلام، جا تبارك الله زوين. جربوه غادي يعجبكم بزاف، تبعوا المراحل اللي وريتكم كاملين، غيجيكم زوين ورائع. مذاق ديالو رائع بحال ديال العرس، ورافقتو مع سلطه مغربيه والفريت والعصير ديال البرتقال. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم وسبسكرايب، وشكرا على المشاهده ديالكم، على التعليقات ديالكم، على المتابعه. كنشكركم بزاف. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي، مع السلامه.